النزول بتاع الكتب. احنا الحقيقه سامحوني في اللي انا بقوله ده، ما تزعلوش يعني. بنتعامل مع اولادنا اللي هم بنقول عليهم ان هم في سن المراهقه، بنتعامل احيانا بنتعامل معاهم معامله سيئه جدا. فاحنا هنعرف ايه اللي بيحصل للولاد في السن ده علشان نقدر نقدر ازاي او نحدد الطريقه اللي احنا نتعامل فيها معاهم. سن المراهقه دوت سن يعني very critical، سن صعب جدا جدا، ومش مجرد ان احنا بنوصل، لا في اسباب. اول حاجه ان بيحصل تغييرات فسيولوجيه في الطفل، بيحصل فيه تغييرات فسيولوجيه بالنسبه للطفل، وبيحصل تطوير للوظائف العضويه بتاعه الطفل. عشان كده لازم ان احنا فاهمين، بعد شويه هنعرف لما التغيرات بتحصل بتخلي الولد او البنت ازاي البيهيفيرز بتاعتها تكون شكلها ايه، عشان نهتم ان احنا نساعدهم ما نعملش مشاكل. الطفل في مرحله المراهقه في التين ايجر الادوليسنت بيحصل فيه تغيرات نفسية وفكرية وعاطفية. بيحصل تغيرات نفسية وفكرية وعاطفية. يعني ايه تغيرات نفسية؟ الطفل الصغير ده اللي هو كان طول عمره حاسس بانه طفل وابوه وامه بيتعاملوا معاه على اساس انه طفل، ايا كان نوع الطفوله بتاعته والبيئه، اذا كان مدلل، اذا كان الطفوله بتاعته يعني رف، انما هو حاسس انه طفل. لكن لما بيدخل في مرحله المراهقه بيبتدي يستشعر ان في حاجات ما بقتش موجوده انيمور، وفي حاجات تانية جدت عليه. دي اللي احنا بنقول عليها التغيرات النفسية. انه ابتدى يستشعر ان هو في حاجة ما بقتش موجودة، هو فقد حاجة. بس اكتسب حاجة تانية. المشكلة ان اللي حوالين منه اللي هو الأب والأم، البيئة المحيطة بيه، ما زالوا بيتعاملوا معاه على أساس انه ايه؟ بالكم. عشان كده التغيرات ديت هنشوف بعد كده ايه الاسباب المشاكل اللي بتحصل. بيحصل نمو شامل للطفل دوت من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الفكريه، طريقه تفكيره بتتغير، والايموشن بتاعته بتتغير، بيحصل فيها نمو بعد ما كان محتاج انه حد يحبه، بقى محتاج حد يحبه وهو يحب حد في مرحله المراهقه. في المرحله ديت الحقيقه بيواجه الولاد والبنات يعني في السن دوت بيواجهوا صراعات داخليه، بيواجهوا صراعات داخليه. الصراعات الداخلية ديت بتبان عليهم في البيهيفير بتاعتهم، فبتكون النتيجة إن لو في أسرة، لو الأسرة ما هياش أوير اللي بيحصل للطفل بتاعهم، تحصل مشاكل كثيرة جدا جدا، وتحصل منازعات، وتحصل معارك كلامية، وتحصل خصامات، ويحصل حاجات كتير. أنا عايز أقوله إنه يجيني كده أب جميل كده زيك كده
ويقول لي تخيل يا اخونا الواد بيرد عليا. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، ان الواد اللي بيرد عليه ده بيضربه يعني؟ انا ما بصش لو رد عليه، هو مش فقر التربيه، لا ده هو بيعبر عن نفسه. وده يخليك كأب بتفهم ان ابنك ماشي في الطريق الصح لنموه. وانت برضو كأم تجيلك البنت تشكر فيها. ايه ده؟ انت ايه البنت ده؟ ده انت مش عارف كلامنا القاموس اللي احنا حافظينه ده. وفي بعض الناس يعني سامحوني يعني كده سامحوني يعني ربنا يحرمني يعني يستخدموا ابوار ده. عارفين الورد؟ تخيلوا كده يبقى بنت عندها 9 سنين 10 سنين 11 سنة وتتعامل بمنتهى الكفاءة. نعم. ايه الوردة؟ والله يا معطر. هو زمان أيامنا ما كانش بيجي له وردة. نتيجة الصراعات الداخلية ديت بيحصل إن في منازعات، لأن الأسلوب اتغير، الأسلوب اتغير والسلوكيات نفسها اتغيرت. وإحنا نظن إن الولد أو البنت في حاجة مأثرة عليهم، المدرسة مأثرة عليهم، فقدوا التربية بتاعتهم بسبب المدرسة، لا هو بسبب الندوب اللي حصل ليهم ووقت الصراعات اللي بتحصل من جواهم نتيجه هذا الندوب. زي ما قلت دلوقتي انه نتيجه هذا الندوب بتحصل سلوكيات مرفوضه. طبعا مرفوضه، ما اقدرش اقول السلوكيات اللي هم بيسلكوها سلوكيات مقبوله، لا سلوكيات مرفوضه. واخدين بالكم؟ زي ايه مثلا؟ زي التطاول. يعني ممكن يغلطوا اه ممكن يغلطوا. ممكن عندهم لا مبالاه. واخدين بالكم؟ لا مبالاه مش دليل اللي حولنا. عندهم لا مسؤوليه. لأني أقدم على امتحان السات، طب ماشي. يا ابني أقدم على الفرسة، ربنا ده، وتعدي الفرسة وما يقدمش ويجي أبوه يدفع فاتورة قد كده. مش عارف المسؤولية. خد بالكم؟ إن دي سلوكيات ودي حاجات هو ما يقصدهاش. خد بالكم؟ تعمل زي عامل زي مين؟ زي واحد ومرض، جاله مرض جاله انفكشن كده خلاه عنده سخونية. فهل ده هيأكت زي السليم؟ طبعا لا. خد بالكم؟ بس دول بقى المرض بتاعهم بيطول شوية. والمرض بتاعهم محتاج إن إحنا كأسرة نعضدهم ونقف معاهم. خدوا بالكم. اللي بيحصل العكس. إن الأسرة بتغيب وتقول كل أفراد الأسرة، الأب، الأم، الإخوات، السن بيقوموا عليه ولا يقوموا عليه، ودي عملت اللي سوت وده عمل اللي سوت. عشان كده لازم ناخد بالنا بأن في السن دوت هيحصل بعض الحاجات دي. طيب ايه بقى المظاهر؟ ده احنا قلنا الكلام، احنا قلنا الحاجات اللي بتدخل جواه. واخد بالكم؟ قلنا ايه الحاجات؟ ان في صراعات داخليه، ان في نمو في العواطف بتختلف عن مرحله الطفوله. قلنا ان في الجزئيه بتاعت الذات، النمو الفكري بيحس بذاته. دي
دي الحاجات اللي بتقرا جواها. طب المظاهر بقى اللي بنشوفها قدامنا بقى الريفليكشن بقى اللي بيبقى من جوه يطلعه بره. اول حاجه انه في رغبات مكتومه جواها نتيجه النضوج ده، بقى في رغبات هو كمان من مرحله لمرحله. وبس المرحله وهو صغير كان ممكن يحتملها او ممكن يدفنها. في مرحله المراهقه لازم يفجر الشعور ده، فنلاقي عندهم ميل للجنس الاخر، عندهم ميل للجنس الاخر. الولد عايز يبقى مع يقضي وقت مع البنات، والبنات تقضي وقت مع الولاد. ونلاحظ ان الولد عايز يثبت وجوده قدام البنات فيبان ان هيرو. احنا بقى نلغي الغلط المحترم، نيجي لابونا في وسط زمايله ونقول له شوف يا ابونا الولد بيعمل وبيعمل وبيعمل. بالظبط كانك جبت سكينه وطعمتها في قلبه. ونفس الحكايه برضه مع البنت، تيجي ابونا رايح يزوركم تشتكي له، تحط له لسته الدين، انت محضرها؟ انت لازم تحط له الاسبوع المكتوب على البنت. فبتكون النتيجه ايه؟ النتيجه انه بنضر اولادنا مش بن. علشان كده الفتره ديت هنلاقي في ميل طبيعي للجنس الاخر. وده يحطنا قدام حاجه، هل اتدخل؟ اه لازم اتدخل، بس اتدخل بحكمه. شيء طبيعي ان هو لازم يستشعر ان العواطف بتاعته بقى فيها نضوج. خلي بالكم بقى فيها نضوج، فهو محتاج يحس بالنضوج ده، فهنميل للطرف الاخر. احنا بقى كبيره من سبقنا، المفروض ان احنا ندي الفرصه لهذا النضوج، احساسه بهذا النضوج، بس يمنع الغلط. عشان كده انا اذكر مره في زمان وانا بخدم في مصر قبل مالي، ولما خدت نعمه الكهنوت كنت مسؤول عن خدمه شباب يانج. فاول حاجه خدتها ان انا اخلي الاجتماع مختلط، الولاد مع البنات. طبعا قامت الدنيا وقعدت الحمد لله، نشكر ربنا. ابونا اللي كان مستعد الكنيسه قال لي الخدام بيشتكوا مش عايزين ده معانا، انت رايك ايه؟ قلت له انا رايي ان الولاد لازم يختلطوا ببعض عشان يشبعوا بعض في جو كنسة. يشبعوا بعض في جو كنسة، كل واحد يعبر عن العاطفة اللي جواه بطريقة مقدسة. نبقى في اكتيفيتي يشتركوا فيها مع بعض. فطبعا العيال في السن ده محتاجين. احنا بقى نعين بقى ناس يربوهم، وناس كل واحد بقى يمشي ورا واحد ويمشي ورا واحده، ونقعد بقى نعمل تقارير. ده في منتهى الخطوره. ده بيزود حاله التحرك الجنسي عند الاولاد دول، وبالتالي للاسف الشديد ياثر على الاستابيليتي بتاعت المود بتاعهم، وده يخليهم ينجرفوا الى خطايا صعبه جدا. المرحله ديت تكتنفها السريه، يحبوا يحتفظوا باسرارهم، هم مجتمع مقفول على نفسه. الاب والام لازم يحترموا
في حاجة بقت مختلفة، وحسين إن في حاجة ما بقتش طبيعية، وفي نفس الوقت مش عايزين يعلنوا عنها، فعايزين إن نحتفظوا بالأسرار بتاعتها. الأسرار دي تكون مع مين؟ تكون مع الجروب بتاعهم. طيب هيقولوها لأبونا؟ احتمال واحتمال. هيقولوها لبابا وماما؟ نيفر إيفر. طب بابا وماما يعملوا ايه بقى؟ بابا وماما يعملوا ايه؟ قولوا لي ايه رايك في الوضع ده؟ يصاحبوا الولاد؟ اه، بس يعمل ايه في الحكايه دي؟ لما شايف ان ابنه اللي عنده 11 سنه 12 سنه 13 سنه مغلف بسريه. ده هم اللي بيعملوا كده، بس هو ده صح؟ بالعكس، ده انا اديله الحريه الكامله ان هو يعيش في الاسرار بتاعته. ولما يحس ان باباه ومامته بيحترموا الرغبه ديت، هيجي في وقت هما يفتحوا مع الاب والام. من بالكم ده في ناس بقى بيعملوا جواسيس ديتكتف كده، مش معايا ديتكتف كده، والعيال يعرفوا. من بالكم؟ لا. فعشان كده المرحله ديت بيبقى فيها السريه، فيها غموض، فيها خوف، فيخلي الولد يتقنقع في ذاته. هتبقى العيال الصغار دول اللي في السن دوت قافلين على نفسهم، قافلين على نفسهم في الاوضه بتاعتهم. هتبقى العيال دول عباره عن جروبس، ما يسمحوش لاي واحد يندس في وسطهم. وده اللي بيفسر لنا انه في السن ده بالذات معظم الكنائس بتشتكي من الشكوى دي، ان ده عباره عن جروبس، ما خلوش حد يدخل في الجروب بتاعه. واخدين بالكم؟ كل واحد على حسب النضوج العاطفي بتاعه، وعلى حسب مدى الثقه اللي موجوده within الجروب. واخدين بالكم؟ وعلى فكره عايز اقول ربنا بندرس حاجه، احنا بقى ككهنة مظلومين في الشغلانة دي. ليه بقى؟ لأن ما يرضوش يخلوا ولاد الكهنة يدخلوا في الجروبس. ليه؟ أصل ده ابن أبونا رجل ولد. واخدين بالكم؟ ما يرضوش السن الصغير ده التينيجر ده ما يقول لك لا ده هيدخل هيقول لنا لا. بس هي اللي عليك برضه. عشان كده الولاد بينغلقوا في العالم بتاعهم، واخدين بالكم؟ بيشكلوا زي ما قلت جروبس كده، كل جروب له الطبيعه بتاعته. وكل جروب هتلاقوه يتكاتف مع بعض. واخدين بالكم؟ يعني كل جروب هتلاقوه يتكاتف مع بعض. يتعاونوا مع بعض، يدافعوا عن بعض. وللاسف الشديد بيحصل لنا برضه حاجه برضه، عشان ايه برضه نبقى عارفينها، ان العيال في السن ده عايزين يبقوا مميزين، عايزين يحسوا بان هم في طابع معين، فيبتدوا مثلا يقلدوا مثلا ممثلين معينين، يلبسوا لبس غير عادي. واخدين بالكم؟ المهم لازم يوري نفسه ان هو مختلف عن بقيه الناس. تبص تلاقي بتاع ده يلبسوا يطولوا شعرهم كده بطريقه معينه، واخدين بالكم؟ او يلبسوا بناطيل كده بطريقه معينه، واخدين بالكم؟ يعملوا يعني تقاليع كده غريبه وفي نفس الوقت منبوذه. واخدين بالكم؟ فطبعا ذلك ان هم يبقوا فاصلين نفسهم تماما عن مجتمع الاضلط. يعني
مجتمع مضاد، سواء الأسرة بتاعته أو سواء الفريندز بتوعه، أو حتى أحياناً بيصل الموضوع إن هم بيعزلوا نفسهم عن خدام التربية الكنسية، علشان خايفين إن الخدام ممكن يشوفوا حاجات ممكن يديروا حاجات. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها ان هم بيتبنوا لغه خاصه بيهم، يعني حتى اللانجوج بتاعتهم بتبقى كده لغه كده، وده اللي احنا بنقول عليه في المجتمع بصفه عامه اللي هي اللغه اللي هي اللغه الشعبيه. يعني تبص كده يقول لك بعض المصطلحات كده هم مألفينها في السن ده، هم بيألفوها، يعني يقول لك كبر، يقول لك مش عارف ميم سين، هم ما حدش يعرف غير هم بس، هم الجروب ده هو اللي يعرف، يقول لك مش عارف ايه، مش عارف كبر ايه وصغر ايه، حاجات كده كده لانجوج كده غريبه كده. واخدين بالكم؟ هما بيهتموا قوي ان تبقى ليهم اللانجوج بتاعتهم الخاصه، ما حدش يفهمهم غير الجروب بتاعهم. من ضمن الخطوره بتاع المرحله ديت انه بيحاولوا، خدوا بالكم انا هقوله ده عشان بس يبقوا عليها، بيحاولوا ان هم يبعدوا عن اي علاقه روحيه. خدوا بالكم عن اي علاقه روحيه. تيجي للولاد في السن ده تقول له صلي، يقول له حاضر، تعالى يا ابني احنا نصلي، تعالى نصلي مع بعض، يقول له انا بصلي، صلي، انا صليت، طب تعالى نجيب، انا غيبت، طب تعالى نعمل كذا، طب تعالى نروح عند بتاع الاجتماع، طب تعالى نروح القداس، طب تعالى ما اعرفش، بيحاول ان هو يقطع اي علاقه. طبعا الكلام دوت لو احنا نسمعه كده بدون ما نفهم التفسير العلمي بتاعه هنتخض. لكن هم بيحاولوا ان هم يثبتوا ذاتهم حتى بدون الوصايا الروحيه. عايز يقول انا لما اروح الكنيسه هروح بملء ارادتي، لما اروح الصندي سكول هروح بملء ارادتي، فيظهر الاول رفضه لكل الحاجات دي. خدوا بالكم، يظهر رأيه وإرادته لأي أمور فيها التسلط عليه. علشان كده بيبان بقى في شخصيتهم وفي التركيبة بتاعتهم إن هم يميلوا إلى الاستقلالية ويميلوا إلى الانعزالية ويميلوا إلى الفردية، الشعور بالفردية، ويبقوا مبسوطين جدا ويعتمدوا على ذواتهم. ده ممكن أكثر من كده، ممكن يصل إلى مرحلة القرارات، يعني مرحلة مثلا قرار مثلا يدخل كلية إيه ولا كارير إيه ولا حاجة إيه، خد بالكم يعني 17 سنة 18 سنة، ومثلا يعني شايف المصلحة إنه يدخل مثلا الكارير الفلاني، ماشي؟ ان انا عشان بابا وماما قالوا له على الكارير ده يشفت منه ويروح يدخل اي كارير تاني. ليه؟ عايز يثبت لنفسه ان هو صاحب قرار. طبعا انه لما ينتقل من مرحله الطفوليه إلى مرحلة المراهقة بيحصل جاب في النفسية بتاعته، الحاجات اللي كانت موجودة في نفسيته وهو طفل صغير، الحاجات ديت اتغيرت مبقتش موجودة، بس هو عنده حنين ليها، فيحاول إن هو يظهر يملى الحنين ده، واخدين بالكم؟ فيبان إن هو
معتوه. يبان ان هو يعني بيصرف تصرفات تشايلدش كده. دي بالكم؟ ويصير عليها. دي بالكم؟ لان هو عايز الشعور بالنقص اللي هو حاسس بيه في مرحله الطفوله او مرحله المراهقه بيحاول ان هو يملاها من خلال يعني استكمال النقص ما بين الطفوليه وما بين المراهقه. طبعا في المرحله ديت مرحله الصراعات، ولو كانت الصراعات شديده بمعنى ان في بين الصراعات الداخليه اللي عنده صراع من انا؟ مين انا؟ خدوا بالكم في صراعات خارجيه من المجتمع، الرافض لتصرفات الجروب ده، وفي او الصراعات اللي موجوده في البيت. خدوا بالكم في كل الحاجات ديت يبتدي الشاب او الولد او البنت في السن ده ان هم يبحثوا عن صفات فريده. واخدين بالكم؟ يبحثوا عن صفات فريده. فيبتدي بقى يبتكروا بقى حاجات علشان تميزهم عن بقيه الناس. يعني مثلا على سبيل المثال هتلاقي مثلا الولاد يعني تقول لهم بابا وماما في البيت يقول لهم خدوا بالكم هو المخدرات هو كده، لا هو يروح يجيب مخدرات في البيت. ليه انا بسألك؟ ها؟ لا مش عايز، هو مش عايز. هو نوع ايه؟ نوع من العيلة عشان يثبت ان هو مستقر. هو عايز يثبت لنفسه انه فريد. فبيشوف الحاجة اللي المجتمع رفضها ويعملها عشان يثبت دور عليها. برضه من ضمن الحاجات انه زي ما بقول انه طبعا نتيجة كده بينتجوا شعور الوحدة والانعزالية، لأن هو للأسف إن هو رافض إنه يكون جزء من السوسايتي أو جزء من الأسرة أو جزء من الكنيسة، ولين بالكم فبينتجوا حالات اليأس، ودي أخطر نقطة في موضوع المراهقة. يجيله يأس، يحس بيأس. اليأس ده بقى يقوده إلى عادات سيئة جدا وممارسات خاطئة جدا وطرق تفكير كده. وده اللي احنا بنشوفه انه مثلا يسمع عن اللي هم بتوع الحاجات اللي احنا بنسمعها الايام ديت، يبتدي بقى يقول لك سامحوني يعني يقلل البنت، يقلل البنات تبقى ولد، الولد تبقى بنت. من بالكم؟ ليه؟ هو عايز يثبت نفسه فراغ، وفي نفس الوقت انه نتيجة اليأس اللي شعر بيه نتيجة الانعزالية، ولأنه فقد خبرة الكبار، فيبتدي يمارس أي عادات حتى لو المجتمع بينبذ. وده اللي بيخلينا نشوف انه الولاد تبص كده لابسين لبس معين كده. و انا مره رحت كان في مشكله في احدى البيوت، الولد عايز يلبس يجيب كوتشي اسمه يمكي، مش عارف اسمه نايكي ولا يمكي ولا معرفش. ها؟ ده كان ساعتها ب $200. أبوه وأمه الاثنين بيعملوا في الأسبوع $200، نفس اللي
وجم قالوا لي تعالى يكون شكلنا مشكلة، هو ما عندوش أدنى يعني تقدير للمشاعر بتاع الآخرين، هو عايز يملى الفراغ اللي موجود عنده بأي شكل. عشان كده بيحصل عند الولد في السن دوت تمرد، يتمرد ويبقى عنده عصيان، يتمرد على المجتمع، يتمرد على الحياة، يتمرد يبقى عنده عصيان، ما يتبعش أي تعليمات، أي سجن يرفضها. طبعاً في المقابل أولياء الأمور بيشوفوا إن الابن والبنت ضيع هيضيعوا، فيستعملوا السلطة الوالدية عليه. استعملوا السلطة الوالدية والموضوع ينمو لغاية ما يصل إلى حالة مهمة جدا اللي هي إيه؟ العنف. العنف والعنف دوت يقودهم إلى أن هو العلاقة تتدهور بين الأسرة وبين الولاد، فيزيد من العصيان ويزيد من التهور بتاعه، ويؤدي دوت إلى مشاكل كبيرة قد تصل إلى يعني ممكن جدا الانتحار، لأنه هو عايز يلقي الضوء على الموضوع يعني، فيؤدي إلى الانتحار أو يؤدي إلى أي أعمال غير مناسبة علشان إن هو يزرع ذاته. فاضل نقطتين وبعد كده هنقول نعمل إيه. ودوت بيخلي الشاب في السن دوت يبتدي يلجأ إلى شرب المخدرات، يبتدي يلجأ ل الكحوليك المشروبات الكحولية، يبتدي الولد يحصل له حاجات زي كده، ودي تقود إلى أمراض نفسية، لأن هو مش شبعان بالحاجات اللي هو بيعملها دي، نتيجة الضغوط الصراعات الداخلية، ونتيجة عدم إنه يفتح المشكلة اللي عنده علشان يقدر الكبار اللي عندهم إكسبيرينس إن هم يساعدوه، مفيش كده الكلام دوت، فيبتدي إنه إيه؟ إنه يلتجئ للمخدرات ويلتجئ للكحوليات، ولما ما يلاقيش إن دول ساعدوه من خروجه من الحالة اللي هو فيها، حالة يأس اللي هو فيها، يبتدي إيه؟ يدور بقى على الانتحار ويبتدي يدور في الحاجات دي. لما بيكبروا شوية وما زالوا في مرحلة التينيجر بيحصل ان هو بيقارن نفسه مع زمايله في 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 اوضاع تانية، ماشي، ويلاقي نفسه ان هو فاشل اذا كان في المدرسة فاشل، فيحاول ان هو يعني يحاول ان هو ينجح نفسه بدون مساعدة الاخرين، ففشله بيزيد، فده بيؤدي إلى اليأس الشديد. يعني إيه اليأس الشديد؟ يعني يسيب المدرسة، يغيب لغاية ما يفسدوه، أو يخرج الصبح ما يروحش المدرسة، آخر النهار يرجع بعد كده أبوه ومامته يكتشفوا إن الولد حصل له إيه؟ اتفصل من المدرسة. آخر نقطة أختم بيها وبعدين أقول لكم على ايه بقى حلول الحاجات دي، مش هطول عليكم عشان يعني انا سمعتكم كتير النهارده. بص، النقطة الأخيرة إنه الطفل في المرحلة دي المتأخرة بيستشعر إن هو مرفوض من كل حاجة، مرفوض من أبوه، مرفوض من أمه، مرفوض من اخواته الكبار واخواته الصغيرين اللي هم مش الايدج دوت، مرفوض من الكوميونتي، مرفوض من كل حاجه. خدوا بالكم؟ فيبتدي ان هو يدور على علاقات
تملى الجاب بتاعته. ده اللي هم ما فكروش في الانتحار، واللي هم ما فكروش ان هم يعني ان هم ينطلقوا بشكل او بطريقه ترضي رغبتهم من الداخل. طب وسط الغابه السوداء دي نمسك ولادنا اللي في التين ايجر دول نولع فيهم ولا نعمل ايه؟ ايه رايكم؟ ها؟ نعمل ايه؟ الحلول أول حاجة ركز في وظيفتك إنك أنت والد أب. اتعامل معاه كأب. لا أنت مصلح اجتماعي ولا أنت كونسلر مرشد ولا اتعامل معاه كأب. يعني إيه؟ اتعامل معاه كأب. يعني ما تحكمش عليه. ما تفرضش عليه حلول. خلي في باب لو انزلق في اي مشكله يجيلك. ما انت من يوم من اول يوم دخل في سن المراهقه واول يوم تطاول على مامته ولا تطاول عليه ابتديت انت تعامله بعنف. فانت فقدت الخيط اللي كان بيربطكم انتوا الاثنين ببعض. ده تتعامل معاه كأب كراعي. في حاجات بيعملها غلط، في حاجات بيعملها غلط. ما افضلش بقى اقعد اشتكي واقعد انقد فيه. وده اللي بيحصل. تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا، إن لازم إحنا ككبار كبيرنتس نتفهم طبيعة السن ده. على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، لو كل واحد فيكم النمر بتاعته كويس وتذكر الفترة دي كان بيعمل فيها إيه، هتلاقوه كان بيعمل زي ابننا ما بيعمل. بس إحنا ممكن نقبل على نفسنا لكن ما نقبلش على ولادنا. ولا سيما المجتمع اللي احنا عايشين فيه او تاثيرات المجتمع الاتموسفير اللي حوالينا مننا ان احنا ايه؟ ان احنا لازم نعمل ولازم نسوي ولازم ناخد بالنا من ولادنا ولازم 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 ولازم. الفوبيا بتاعت الخوف على ولادنا في المجتمع المفتوح ده. لو في كونفرزيشن بيننا وبينهم، خدوا بالكم ما تحطوش في موقف دفاعي. يعني ما تقعدش تساله اسئله تكون فيها في الكورنر. هو غلطان وبيعمل غلط وانت عارف ان هو بيعمل غلط وهو عارف ان هو بيعمل غلط. ما نجيش بقى نقعد نحقق معاه ونحاول ان احنا نزنوه في الكورنر والولد يا يكذب يا بعد كده يرفض الحديث معانا يا بعد كده هو اصلا يتخلى ان هو يبقى في علاقه اصلا بينه وبين الله. عشان كده خلي الطفل او المراهق ده يفكر. خدوا بالكم خليه يفكر. لو انت بلينهم مش هيفكر. هيفكر ازاي يدافع عن نفسه. لكن انا عايز يفكر ازاي يحل المشكله. خدوا بالكم اديله الفرصه ان هو يفكر انه يحل المشكله. لكن ما تقعدش تسبقه يقوم عارفين يقول لك بدل ما خير وسيله للدفاع هو الايه؟ الهجوم. مش كده برضه؟ في اوقات معينه نفسيه انك انت تتقابل مع الابن او البنت. مش كل وقت يصلح. لا
لما يكون على الاسبريس ما اقدرش افتح معاه واتكلم معاه. بالعكس احسسه بان انا متعاطف معاه. يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت حكيت مره كنت حكيت لابونا يوسف على حال يعني ولد صغير كده كان في ابتدائي ساعتها مش عارف تاني ابتدائي ولا وبعدين مامته شمت ريحه دخان فراحت نزلت تشوف الدخان ده لقيت البيزمنت فلقت ابنها صغير ابو تاني ابتدائي ده ماسك سيجاره بيشرب فيها. قامت الدنيا ما قعدتش وهات بقى كل الالفاظ اللي يزعج دي بالكم. واتصلت بجوزها تيجي لي دلوقتي في مصيبه كده ده مولع ولا ايه سبب اللي قدامه اللي وراه جلد راح في ايه؟ قالت له شوف ابنك بيشرب سيجاره طبعا هو الولد قاعد سامع لما ابوه وسامع مامته بتقول لابوه والولد قاعد تحت في البيزمنت يعني ان لقى فرصه من الارض تتشق وتبلعه كان هيعمل كده. فنادى بابا نداء قال له تعالى يا حبيبي تعالى ده فين؟ فالولد خايف بقى خد الطريحه من مامته وابوه ايه يكمل عليه؟ فخد بابا وقال له تعالى تعالى هنقعد في الاوضه بتاعتك. طلع في الاوضه بتاعتك. بعد نص ساعه كده مامته بتحكي بتقول لقيتهم نازلين هما الاثنين عمالين يضحكوا وعمالين يهزروا فاتجننت. قالت له بقى انا جايبالك علشان تأدب الولد. فهو يعني حكى بقى ايه اللي عمله؟ قال له بيقول له انت عملت ماما زعلانه ليه؟ قال له عشان واحد اداني سيجاره في المدرسه وقال لي اشربها قال لي طعمها حلو فانا شربتها انا كنت بشربها يعني. قال لي طب وايه رايك في طعمها؟ قال له ده وحشه انا قعدت اكح. قال له طيب انا مش زعلان منك لكن لما يكون في حاجه زي كده تعالى كل وانا اقول لك تعمل ايه؟ لما يكون واحد يبقى خد ضيف تعملها قبل ما تعملها تعالى اسالني وانا اقول لك تعمل ايه؟ بس انا مش زعلان منك. والموضوع خلص على كده. ايه اللي حصل؟ الحمد لله لا كان فيه ابو ورده ولا ام ورده. ايه اللي حصل؟ ان الولد الاب كسب ثقه الولد كسب ثقه ابوه وبعدين خد بالكم من الحته دي بقى ان هو طفل صغير لما يدخل في مرحله المراهقه هيتعامل مع باباه. ليه؟ لان اكتشف ان باباه بيحبه واكتشف ان باباه بيعامله بحنيه وبيتعامله كابن. برضه من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان احنا عايزين نعلم ولادنا ان الخط اللي احنا اتربينا فيه ومشينا فيه لازم هم يمشوا فيه. بيج مستيك. ليه؟ احنا لو اتربينا في البيئه اللي اتربينا فيها كنا شغالين مع كده. هم نفسهم المجتمع حاليا بقى بيئه ثانيه. الكالتشر مختلف. العادات مختلفه. الناس نفسهم مختلفين. فعشان كده انا لازم يكون ليا طريقه معينه في التعامل مع الولاد. ايه هي الطريقه دي؟ لازم نبقى في التعامل. الام الشاطره اللي تصاحب بناتها وتكون ليهم اكتيفيتي يعملوها مع بعض. ومش الاكتيفيتي اللي انت عايزاها، الاكتيفيتي اللي هم عايزينها. واحده بتحب الطبيخ تجبر بنتها انها تروح معاها تعلمها الطبيخ، وهي بتكره الطبيخ. لا، ده انا اشوف الحاجه اللي هي عايزاها واعملها معاها. وبرضه الاب نفس الحكايه،
يشوف ايه الحاجه اللي ابنه عايزها. في ابن يحب الصيد يقول له تعالى ندخل المصطاد. في ابن مثلا يحب القراءه مثلا يقول له ايه رايك تعالى نجيب كتب ونروح نسوق وندخل في المسابقه واللي يحب ياخد كذا. في مثلا بعض الانشطه اللي هي زي مثلا الكامب اللي مثلا تعالى نروح مع بعض بالبكو. المهم اللي انا عايز اقوله دلوقتي ده هيخلي ان الولاد يبقى في لينك بينهم وبين البيرنتس بتاعتهم. من ضمن الحاجات المهمه جدا الاستماع الجيد. الاستماع الجيد. الطفل لما بيحكي حكايه بيحكيها بالمشاهده. خدوا بالك. يعني بيقول لك المضمون بتاعها اخر القصه. فاهمين؟ غير نحن. بابا جاي دلوقتي تعبان من الشغل والمدير بتاعه كان ينكد عليه طول اليوم. فدخل بقى وابنه بقى اول ما دخل قال له بابا عايز اقول لك على حاجه. سيبني انا دلوقتي طب ها قول. فيقول له بابا كذا كذا يقول له عشان انت كذا 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 قلت لي ايه؟ يتعامل معاه بعنف. لا تدي برايورتي لابنك اللي في التينيجر وانت البنت اللي في التينيجر. تدي لهم برايورتي تسمعيها ولا تعالي حبيبتي. كمان يحبوا يبقى في برايفسي. تاخديها اوضه وتقفلي انت وهي حتى لو مفيش حد في البيت. عارفه انت بتقولي لها ايه؟ وانت بتقول لابنك ايه؟ بتقول له ان كلامك ده سر. مفيش حد في البيت. بس تدخلي بيها كده اوضه وتقفلي كده ايوه حبيبتي. البنت تحس بايه؟ بان الموضوع هيبقى سكريت مش هيبقى اوبن. لما نقدم الحلول نقدمها كمقترحات مش قرارات. لما نقدم حلول نقدمها مقترحات ما نقولش لا انت لازم تعمل كذا انت لازم تعملي كذا. لا طب ايه رايك لو عملت كذا 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 تقدر ولا ما تقدرش؟ البنت او البنت ايه رايك؟ تقدر تعملي كذا كذا كذا؟ انا حسب ما انت عايزه. انت بتدي لها ثقه في نفسها وبتدي لها ان هي تسمع لك. فتبتدي ان هي تفكر ان هي تعمل الحاجه اللي انت عايزاها طالما انت اديت لها الفرصه ان هي تفكر. كمان اختيار الوقت المناسب للتحدث مع الولاد. اختيار الوقت المناسب. مش كل وقت مناسب للاولاد. مش كل وقت. في وقت معين الولاد بيبقوا قافلين. نختار الوقت المناسب اللي نتكلم فيه مع الولاد ونقسم الدور. فلان انا عايز اتكلم معاك في الموضوع الفلاني. تشوف الوقت اللي تحب تتكلم فيه فيقول لك ايه؟ يا بابا ماشي حاضر. انا ممكن اتكلم ممكن بكره عشان عندي امتحان النهارده. اخطر حاجه بقى في المنظومه دي كلها منظومه العزم. العزم. نمسك للعيال بقى الانجيل المقدس نجيبه من الجلده للجلده. عزم. بدي ابني عذر، هو مش طايق يسمعني اصلا. من بالكم؟ فبتكون النتيجه ايه؟ يفقد الثقه في ابوه، ويفقد الثقه في القسيس، ويفقد الثقه في الكنيسه، ويفقد الثقه في الانجيل. عارفين ليه؟ ليه؟ صدقوني لو حد يجاوب الاجابه الصح ابدا ما تسدلوا ايديه. برافو عليك.
لا تستاهل يا بنات صراحة صراحة تستاهل بالظبط كده. العيال في منتهى الذكاء هم عارفين بابا بيعمل ايه وماما بتعمل ايه. فلما انا بقى اديله محاضره عن الصوم وهو عمال يشرب قهوه الصبح، لما انا اكلمه عن الصيام عن الصلاه وهو اول ما يقوم يقعد يزعق لينا، وانا اقول لك الكلام ده اي كلام. عشان كده مهم جدا ان انا لما اكون عايز اكلم ابني او بنتي اكلمه في نقط موضوعيه، نقط بسيطه. خد بالكم، عايز بس نعرفه المهم المهم انه يروح الكنيسه. خد بالكم حبيبي، حاول تروح الكنيسه وما تتاخرش على الكنيسه. زين لا انا بقى لازم اجيب له بقى الكنيسه و نجيب له الايات كلها بتاعت الكنيسه والخريطه القاريه دي الى باب الرب الى بيت الرب نازل، ونقعد بقى نديله محاضره. الولد يحصل له ايه؟ يجي له ضجر. من حين لاخر الولد ده عايز يختبر ابوه او مامته، هل هم بيحبوه لشخصه ولا هم بيحبوه للدور بتاعهم؟ خدوا بالكم. أنا مرة واحد جه قال لي أبونا أنا مش داخل ملك السكول. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي عشان بابا عايز يقول أنا ابني دكتور. خدوا بالكم. لا، الولد عايز يحس إن فعلا إنك أنت بتبكي على مشاعر الشخص. أنت مش عايز تعمل ريفليكشن منك عليه عشان يقولوا ده ابن فلان ده متربي، ده بنت فلان ده مقدمه. لا، انت بتحبه فبتديله مشاعر طيبه. برضو نقطه مهمه جدا، انتبه للغه الجسد البادي لانجويج. انت ممكن تقول له كلام حلو بس البادي لانجوج بتاعتك سيئه جدا. يعني زي كده واحد يقول له هو يحس بايه؟ نظام الاستهزاء. انت مش مقتنع بس انت بتجري. هم سنسيتيف قوي لحاجات زي كده البادي لانجوج، بالذات وانت بتكلمه كده مكشر او انت بتكلمه كده وانت بتبص في عينيه. يعني دي كلها ليها تفسيرات نفسيه. خلي بالكم، فخليك صريح وخليك دغري مع ابنك وانت بتتكلم معاه. زي ما قلت في الاول اعملوا اكتيفيتي معاهم. ممكن جدا تاخد ابنك وتتمشوا بره مع بعض وتتكلموا مع بعض. ساعات بنعمل غلطه، نمسك الولد ونقعد تعالى عايزك في موضوع اقعد. الولد يقعد، الولد السن ده مش بتاعه عيال، ده العيال الصغير اصلا الجدع الجدع اللي يقعد خمس دقايق الولد كده قاعد بيذاكر طبعا زي الزبالك. غير البنات تحب تقعد. خد بالكوا، لا انت اقعد في موضوع. هو طبعا ما يصدق هو يخلص الكلام، يا اما يسمعه كلمتين في دماغه يا اما. عشان كده مهم جدا ان انا عشان احب ابني في انه يتكلم معايا اشوف الحاجه اللي تريحه تروح منها. تعالى نتمشى شويه، ايه رايك تعالى نشرب قهوه قدام الجنينه؟ ايه رايك؟ الولد يلاقي ان في جو من الصداقه هو اللي بيخيم على العلاقه، مش بابا محقق عايز يقع يسألني وأنا أجاوب زي الانفستيجيتور كده. آخر حاجة يعني علماء التربية يقولوا إيه؟ يقول لو أنت عايز تعلمه حاجة اعملها معاه. طبعًا إحنا بنروح نزور البيوت، خلي بالكم ساعات كده أجس النط كده وأقول لهم إيه؟ أقول لهم بعد ما أصلي كده أقول لهم طب أنا أطلع فوق أرشدكم قوات. بص للعيال بصوا بعض كده.
عارفين ليه؟ لو انت عارفين طبعا انا ده بقى عن بلاد هدوم حلوه في بلد البلد طبعا مش هطلع ولا حاجه بس انا بقول لهم يعني ممكن المره الجايه تيجي تطلبوا في المعطوبه يعني خد بالكم طب انا عايز اعلمهم حاجه فقلت لهم ندخل على الاجهزه بتاعتي ايه ده حبيبي انت اكيد انت تعبان مسافرات المذاكره وكده تعالى اسعدك ويبتدي مثلا هو هتلاقي وابتدي يشتغل معاه يشيل الكتب ويحطها ويصرف على الشيء ده لكن لما تيجي تقول له 100 سنه انا اتفضل قطك كنت تقول لبنتي اتفضل قطك لا هم بيرضوا عنك. لما نيجي نركز على الروحانيه وده جانب مهم جدا اركز على العمق مش المنظر يعني يجي مثلا الولد هنروح الكنيسه الولد يشوف استعدادك للكنيسه فيتعلم ازاي يستعد يشوف استعدادك او ممارستك للحياه الروحيه ممارستك لقرايه الانجيل ممارستك للصلاه عشان كده لو في بعض الناس يقول لي يا ابونا انا بتحرج ان انا اصلي في قدام العيال بالدكتور بالعكس صلي خليهم يشوفوا انت بتصلي ان هم لما يشوفوك وانت بتصلي لما تيجي تكلمهم على الصلاه هيصدقوك لكن انت دخلت الايه بتقول لما انت صليت فاذكر بالك الكلام ده مقصود بيه حاجه ثانيه انت اسرتك انت مسؤول عنك للبالكم عشان كده مهم جدا ان الممارسات الروحيه تكون ممارسات حقيقيه وليست تمثيليه. اللي قاعد بيسمعوا ويشوفوا وبينقلوا الفيلم دوت بره لزمايله. يعني بيقول ده بابا جه اتخانق مع امي وما اعرفش ايه وبعد كده قال لها يلا نصلي. هنصلي بالله ايه؟ ربنا يدينا كلنا ان احنا نهتم بتربيه اولادنا. لو في خمس دقائق هقول لكم على منهج بسيط كده عشان انا برضو يكمل الموضوع. بعض المبادئ اللي هي اللي تخلينا تعلمنا ازاي نتعامل مع بعض وازاي نرجع الموضوع دوت حد من العلماء بعد دراسات كثيره كتب البرنسبلز ديت وقال لنا عليها يعني. يقول ايه بقى؟ يقول البرنتنج ديت دي بروسس عمليه. لم تتولد اب للبالكم ولا العيلة ولا الأولاد. العلاقة دي بتيجي نتيجة ايه؟ ها؟ نتيجة ايه؟ نتيجة البروسس اللي احنا بنمشي فيها. يوم ما اتجوزت بقيت زوج وزوجة. يوم ما خلفت بقيت أب وزوجة أم. واخد بالكم؟ فكل مرحلة ليها الحاجات اللي احنا بنتعلمها. العمومة ديت عملية ما بنقدرش نصل إلى كل المهارات بتاعتها ولكن بالتجربة بنكتسب. برضه بيقول من ضمن الحاجات إن الآباء ما تولدوش علشان يكونوا آباء والأمهات والأولاد، لا العلاقة نفسها هي بتعلمني ازاي اكون اب. وبتعلم الولاد ازاي يكونوا ايه. فعايز يقول ان احنا مع بعض بنعلم بعض. خدوا بالك عشان برضه في بعض الناس يقولوا ايه؟ يقول لك انا لازم اعلم ولادي، لا انت بتتعلم من ولادك. برضه من ضمن المبادئ اللي قالها العالم دوت بيقول انك تكون
والد الاب يعني اكثر صعوبه من انك انت تعمل في وظيفه. يعني لو انت مثلا دكتور ولا مهندس ولا مدرس ولا وكتبر بيقول لك تكون والد اصعب من انك انت تكون دكتور ولا مهندس ولا اي حاجه تانيه. بيقول ان البارنتنج ديت دي عباره عن رحله طول عمرنا ماشيين في الرحله دي، وطول ما احنا ماشيين في الرحله دي بنكتسب خبرات معينه. بيقول ان هي رحله مش واجهه. بيقول انه الاباء والامهات اهم تاثير في حياه الطفل اللي احنا بنقول عليه الرول موديل. وده اللي احنا بنقول لو انت عايز تعلم ابنك حاجه اعملها مهما تغرز ومهما تقول له، لما كنت انت بتعملها هو مش هيعملها، هو مش هيتعلم. برضه من ضمن البرنسبلز ديت بيقول ان الوالد، وطبعا لما نقول الوالد يعني الوالد والوالده يعني الاب والام، اعظم معلم ممكن يعلم الاطفال تصارم على الاطلاق. ليه؟ لانهم اول حاجه اعمق علاقه بين المدرس وتلميذه، واطول علاقه بين المدرس وتلميذه. خلي بالكم يعني الاب والام دول العلاقه بينهم وبين اطفالهم علاقه عميقه جدا. خلي بالكم مش علاقه مصلحه، مش علاقه انا هرضيه عشان اخد فلوس او هرضيه عشان اخد بوزيشن، لا. وفي نفس الوقت اطول علاقه الولد من ساعه ما يتولد لغايه ما يخرج وهو مع الاب والام، حتى لو ما كانش فيزيكال بيبقى على الاقل ايموشن. بيقول انه الاب والام بيعلموا اولادهم اللغه قبل ما هم يتعلموا اللغه في المدرسه. واحنا بنشوف اطفال صغيرين بيقولوا كلام مش مفهوم، صح؟ بيقولوا كلام مش مفهوم. مين اللي فهمان؟ مين؟ ها؟ قولي قولي مفيش جايزة قولي. الأم يعني فين الولد بيقول لغة محدش فاهمها. بس الأم عارفة هو بيقول إيه؟ ده هو عايز يقول كذا. واخدين بالكم؟ طب دي تنفع في إيه؟ تنفع بيقول إن اللغة الغير مدركة هم فاهمينها. الطفل والأم فاهمينها. طب يا ما بال بقى اللغات او الحياه العمليه اللي احنا عايزين نتعلمها. اخر حاجه لا بس فاضل حاجتين. بيقول لك لو انت تهتم بطفلك هيعلمك اللي انت تحتاج ليه؟ لتعليم يعني. لو انت بتهتم، لو انت اهتميت بطفلك، لو انت اهتميت بطفل، الطفل ده هيعلمك هو عايز ايه منك او هو عايز ايه منك. بيقول انه الرول موديل شيء مهم جدا لانه بيعلمنا الكلمه الغير منطوقه، وهي اقوى من الكلمه المنطوقه. بيقول برضه البرنسبل جميل خالص. بيقول كيفية قضاء وقتك والفلوس بتاعتك وأموالك بتخبر بيها الطفل بما تقدمه. الكواليتي بتاعت الوقت اللي أنت بتقضيه مع ابنك والفلوس اللي أنت بتصرفها على ابنك يعرف ابنك أنت مين.
يعني في زمان كده بيجيبوا بتاع دوت فيلم كده عربي كده مصري كده، بيجيبوا واحد كده بيلعب مع أطفاله، سوري يعني عامل زي كأنه حاجة كده الطفل برايت الأب كده، فكان واحد يبص عليها كده يقول إيه ده؟ إيه يعني؟ عايزين إيه المسج اللي هي؟ لكن هو فعلا كان فيها مسج مهم جدا، إنك أنت عايز تخلي طفلك يعرف أنت مين. بيقول بقى آخر حاجة في التربية عشان كنت قلت عليكم النهاردة، بيقول ليس هناك استثمار أعظم في الحياة من تربية الأطفال. فيش استثمار أعظم من تربية الأطفال. لا ستاتس ولا مزارس ولا أي حاجة مهما تكون بتدر ملايين أحسن من الاستثمار في تربية ربنا يديكم بركة ونعمة ويفرح كده كده بولادكم، وأتمنى إن أنا ما أكونش دمجتكم كتير. نشكر أبونا إسحاق على محبته وكلامه الجميل لفادنا في علاقة الزوج والزوجة وأيضا في تربية الأولاد الشريف في الإيج بتاعه اللي هو البركة يعني. ربنا يخليك لينا ربنا ويبارك فيك وتعيش فيك بركه واستمرار. وانظر فوق لغاية ما كنا يوزع عليه ويشكره، وبعدين بعد كده نوزع عليه الجواز بتاع النهارده اللي ما حدش مستني وسحت في النهر. كل اللي تحكي بقى مبروك عليهم وخلاص مستني عليهم كلهم عاملين حاجه يعني. ادونا الورقه فاصل من غير اسئله. لان ده كل الاجابات بيطلع عليها اسئله.